les archives تاع البوليسيه سي انا نقول اللي كل بوليس مخبي ارشيف تحت فرشه لي زارشيف نتاعو ارشيفو وملفاتو سيئه الذكر اعتقد راهو تم اتلافها وراهو تم التخلص منها ما عنديش فكره حرقوهم نتصور ولا ما نعرفش مش موجودين لي زارشيف هذوما ولا هزم واحد ومن بعد شي سمسر بهم شي بيعهم ولا باش يستغلهم نعرفش طاروا ولا ينجموا يطيروا ينجم نعرفش هزم معاه في الطياره الاخر الكلب الكبير هذاك والله في الداخليه وين يمشي الشيف انا وانت والفيس شكون هز الفيس يا انا يا انت اشاعه كما القناص والله نتصور اللي زارشيف هما تلمو برشا معناتها نتصورهم اللي راهو عامل لهم سوسول في بلاصه راهي قد الدنيا الكل ممكن راهي تنجم تغم تونس كلها لي زارشيف نتاع البوليسيي سي يظهر لي يظهر لي لي زارشيف نتاع البوليسيي لي زارشيف إشاعة يظهر لي لي زارشيف نتاع البوليسيي يظهر لي يظهر لي إشاعة 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 لي زارشيف نتاع البوليسيي إشاعة وينهم لي زارشيف هاكم الكل ماتت توا دي زارشيف جدد توا